هي خططكم المستقبلية لتجهيز لنهائيات كأس آسيا؟ والله خططنا نحن يعني نجهز إن شاء الله ذي الأهم، يعني النهائيات ولا ذي أهم منها يعني كأس العالم إن شاء الله، ويعني نجتهد بإذن الله حتى نحقق الذي نريد إن شاء الله، ويعني هو الذي أهم كأس العالم وإن شاء الله نحققه إن شاء الله بإذن الله. والله بالنسبة للمجموعة حقنا يعني ماشي، يعني نهاية الكسالة هي كانت صعوبة وما حد يعني يستهين بالخصم، والحمد لله يعني فضل الله ثم فضل جهود اللاعبين يعني ما قصروا الحمد لله، تجاوزنا يعني على الخصوم والحمد لله تأهلنا يعني المركز الأول. والله هذا التأهل هذا لجماهيرنا الأعزاء سواء في الداخل أو في الخارج يعني ما قصروا، أبذلوا كل ما بوسعهم في تحفيزنا وتشجيعنا، وكذلك أهديها لأسرتي كافة بالذات يعني أبي وأمي هم الذين يعني أسندوني شجعوني حتى وصلت لهذا.